إذن بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، أيها الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لهذا المساء، وأحلى مساء وداخل أرضية هذا الميدان عبر غليل الكبرى، المتعة والإثارة والندية والجمالية داخل أرضية الميدان. النجوم يبحثون عن الانتصار، يبحثون على أن يعودوا لأجواء هذه البطولة، بل يبحثون على أن يقدم الصورة الإيجابية. الكبرى يا سادة، من سيكون سيدها وسيكون رئيسها؟ جائزة هنا في أرضية ملعب السلطان. نعم، سلطان مكة وملعب مكة الجميل. تصويب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا ترد لا ترد لا ترد الحين المجددة. الهدف سجل، الهدف سجل. توسان 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 شمعة وفلة ومنورة. يا السلام يا توسان، حلوة المباراة، متعة حاضرة. يا السلام، التشكيلة والأسماء تصل الآن بعد التسجيل والتهديف من جانب الجامعة. ياسين 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 ياسينو جول 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 ياسينو ياسينو يسجل الثنائية داخل أرضية الميدان. اثنين مقابل الصفر، اثنين مقابل الصفر، اثنين مقابل الصفر. تورينتو يقدم تهديد شديد اللهجة بأنه يبحث عن الجائزة الكبرى. جيتي لمسة بعد ذلك اللعبة عادت من جديد عرضية. ياسين ياسين لجيتي، ثانية الأهداف وثالثة الأهداف. جول 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 جول. نعم، الهدف سجل والهدف حضر عبر هذا اللقاء وداخل أرضية هذا الميدان. عبر هذا اللقاء وداخل أرضية الميدان. يا سلام، أتعبت قلبي أتعبت قلبي. يسمر اللون، وش فيك؟ ترى الهوى والحب ما هو بعادي، بدر الهوى والحب ما هو بعادي. هكذا كان الحال وهكذا كانت الحال في دكة البدلاء، ولديهم ما لديهم من أسماء بديلة قد تعود بالمياه وقد تعود وقد لا تعود. البث المباشر عبر ميديا تيك. النتيجة نعم بالثلاثة مقابل الصفر داخل أرضية الميدان. ياسينو 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 يا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صاروخ، نعم صاروخ. يسجل 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 رابع الأهداف. وبالأربعة تورينتو ما أروع، بالأربعة تورينتو ما أروع. صوت الصاروخ يسجل، نعم ثانية الأهداف أو ثالث الأهداف عبر هذه البطولة. موت الصاروخ موت الصاروخ يسجل ثالث الأهداف عبر هذه البطولة الشخصية، وأرى الهدف الرابع عبر هذا اللقاء. بالأربعة تورينتو ما أروع، تورينتو. وما أدراك ما هذا الكيان، وما أدراك كما هذا الفريق. مختلفة نعم، لكن هذه الثابتة. التصويبة يا سلام على الثلث العارضة، هاتلت أرضية الميدان. من ثم بعد ذلك عبر هذا اللقاء عزيز المتابع عزيز المشاهد، تورينتو من أمام فريق النجوم بالأربعة مقابل الصفر على مستويات الحصة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، أيها الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا للشوط الثاني وعدنا للحصة الثانية عبر هذه البطولة وداخل أرضية موسى. تاريخ موسى، أرقام كبيرة كما ذكرت. موسى موسى اللي كنت أتغنى له دائما بأنه حشى لولا عشر خصي نهى ربي عن البويكي. تصويب كل أهداف عبر هذه البطولة.
القدم. ياسين أيضا صاحب 3 أهداف عبر هذه البطولة. إن تكلمنا وتحدثنا قوة هجومية ياسين بالرقم 10 يجدد العشرة. صاروخ في كل كرة يصنع من خلالها الروح. نعم صاروخ في كل مرة يصنع من خلالها الروح. 4 أهداف يعدل خطأ المعلق، يعدل الخطأ اللي كان في السابق، يعدل في هذه الأثناء. صاروخ يا برامة لديه 4 أهداف عبر هذه البطولة. 4 أهداف متساوي مع الكابتن فهد كرام. ثانية الأهداف والهدف الوحيد اللي سجل على مستويات الحصة الثانية حدر بأقدام اللاعب موسى على في المباراة الماضية ثم قبل هذه المباراة في جميع البطولة. أعلى رقم حضر كأهداف أحمد قال لابد أيضا أن أكون حاضرا ليسجل الثنائية. أحمد جيتي يسجل هو الآخر. ثانية الأهداف الشخصية. 7 هي النتيجة. أن نقول لفريق الجامعة توتة أنت الحتوتة. لمسة بعد ذلك اللعب والتمرير، تصويبة ممكنة من هذا المكون. الثامن. يا التشكيلة الذهبية، نعم بالتشكيلة الذهبية. راموس يبحث عن المكان الكبيرة. علي عقيل فيصل انضم كبديل من اجل التسجيل. 8 هي النتيجة. سارة كرة القدم هذا حالها. يوم لك يوم عليك يوم كفاك الله شرا. لمسة بعد ذلك التصويب. ياسينو اسمر مين قساك علي. الرقم 10 في كل مرة، في كل محفل، في كل مباراة يجدد العشرة. ياسين يسجل الهاتريك داخل أرضية الميدان. هل لنا وعلينا بعد ذلك يملك كأس هذه البطولة ليكون ملكها في عرشها إن استمرت. وبإذن الله تستمر بنفس الأجواء الكرنفالية. لمسة بعد ذلك اللعب والتمرير. شرفي نعم يحضر هدف. شرفي يحضر من جانب اللاعب رقم 19 من سجل الهدف. نعم داخل أرضية الميدان من سجل اللاعب البديل داخل أرضية الميدان. محمد صاحب التسجيل والتهديف داخل أرضية الميدان. محمد 9-1 هي النتيجة. إن كان عبر صدمك كبروع عبر ميديتك ومن ثم بعد ذلك كل الشبكات الإعلامية المتواجدة، هذه الشبكات المعروفة في مكة. هاتريك لأحمد جيتي. أسمراني آخر يسجل هدف من عالم آخر. 10 أهداف. 10 على 10. نعم فريق تورنتو. 10-1 نعم 10-1 هي النتيجة عبر هذه البطولة. تورنتو ما زلت أقول وما زلت أعيد وما زلت أكرر بأن الأندية إن شاهدت هذا اللقاء المتواجدة في الدور الثمانية بأنه هكذا هو النوع من تهديد شديد اللهجة. حضر من جانب تورنتو في الجولة الأخيرة حضر بتهديد شديد اللهجة فيصل حريقة بأنه قادم وبقوة وبأنه سيكون صاحب الصورة الإيجابية وبأنه سيكون صاحب الأفضلية. لمسة بعد ذلك اللعبة ياسين والتمريرة واللعبة الحاضرة داخل أرضية الميدان. موسى لا يتأنن. موسى
موسى يصنع، موسى يسجل، موسى يهدف، موسى صاحب الأفضلية دائماً، موسى الصاروخ من جديد، كنترول من جانب موسى، البحث عن كرة عرضية، عادت عالية وسط أرضية الميدان، تمريرة تيكي واتاكا ولعبات كرات حاضرة، تصويبة من هذا المكان، تصويبة جول جول جول. أوهوهو. يبحث عن السوبر ويبحث على أن يكون اللاعب السوبر، الرقم 10، كل من ارتدى هذا الرقم، كل من ارتدى هذا الرقم لابد أن يكون صاحب إمكانيات عالية. الإدارة والإرادة، لك يا تورنتو أن تكون صاحب الصدارة، لك يا تورنتو أن تكون صاحب الصدارة. حريقة حريقة أنضمك بديل لكي يضيف الثنائية. أخ حريقة اللي اعتذر، اللي اعتذر، اللي اعتذر لعيال الطائف من أجل، من أجل تورنتو، من أجل تورنتو، من أجل تورنتو. وله عليه أن يعتذر، وله عليه أن يعتذر، وله عليه أن يعتذر، حتى وإن كان، وحتى وإن كان خالد عبد الرحمن يقول لا تعتذر، لا تعتذر، له عليه أن يعتذر. تقوى الهجر، تقوى الهجر، لا تعتذر. نعم، فريق النجوم اللي كان يبحث عن هذا اللاعب فيصل، فيصل حريقة كونه من نفس المنطقة ومن نفس المكان، ومن ثم بعد ذلك اعتذر، قال عشقي وهيامي وغرامي لعيال مكة. هي النتيجة، لمسة بعد ذلك اللعبوا التمريرة، الكرة العرضية بعد ذلك عالية، عادت من جديد، لمسة بعد ذلك ثلاث، أرضية الميتة ما زالت عالية، اللمسة والتمريرة والكنترول، تصويبة ممكنة، جول توسان، توسانو. ألف مبروك تورنتو التأهل برفقة النجوم، هرت لك، نعم هرت لك، هرت لك فريق نجوم الجامعة وفريق نجوم، فريق نجوم الجموم بهكذا صورة وكذا شكلة، متعكم الله. أيها الأخوة الكرام، فوز كاسح خرافي تاريخي قياسي لفريق نجوم تورنتو على فريق نجوم الجامعة، التأهل بالعلامة الكاملة في بطولة غليلي. مبروك مصطفى، اليوم يوم حقيقة مختلف، ربما لعبتم مباراة كانت بالنسبة لكم في الخيارات صعبة لكنكم استسهلتوها فصارت سهلة، كيف كانت الأوضاع؟ ومبروك الفوز والتأهل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة. وبالنسبة للمباراة صراحة كانت مباراة يعني جدا سهلة، مع احترام للفريق الثاني، ويعني للأمانة يعني نزلنا بكامل قوتنا احنا يعني عشان نبغى نتأهل، فهم كان عندهم امل انهم يفوزون علينا ويتاهلوا، لكن الحمد لله على كل حال احنا قدرنا نسيطر على المباراه، قدرنا نسجل اول خمس دقائق وهذا اللي فرق معانا. ايش الخلل الموجود؟ لانه سمعت المدرب تكلم عن عدد من نقاط الضعف في فريقه، انتم كلعيبه بتواجهون فريق نجوم الجامعه، ايش كان الضعف في فريق نجوم الجامعه؟ لياقه، تنظيم، تركيز، ربما عوامل فنيه اخرى؟ والله للامانه كوجهه نظري انا في الملعب يعني الفريق احترمنا بزياده، يعني فريق من خش الملعب يعني كوجهة نظري إنه ضارب لنا ألف حساب، يعني هذا اللي أنا شفته في الملعب إنه ضارب لنا ألف حساب، فما قدروا يلعبوا كور، فعلى قولهم هذا اللي الشيء اللي ما خلاهم يتوفقوا. وللأمانة استغلنا إحنا قوات ال واجهنا المرمى وما كان في رحمة صراحة. للأمانة لازم نسجل عشان نتأهل. مصطفى، يقال أحياناً عائد أو مردود النتيجة الكبيرة يكون سلبي، اليوم فزتم ب 11 وانتم على مشارف التصفيات، هذه ال 11 قد تتسبب في بعض اللاعبين بالشعور بنوع من العظمة في المباريات القادمة، أنت كلاعب ماذا توجه زملائك اللاعبين؟ والله للأمانة النتيجة اللي فزنا بها دحين أنا صراحة ما أعتبر، أعتبر إني فايز 2-0 2-1 3-1، فالشيء اللي بطلبه من العيال إنه صراحة ما يتعالوا بهذه النتيجة، لأنه على قولهم كذا فريق يفوز بهذه النتيجة يجيك المباراة الثانية متعالي ويستهزئ بالخصم فينهزم ويشرف من البطولة. تورنتو وصل النهائي، يوصل النهائي؟ والله شوف من دوري الثمانية يبان البطل ترى في البطولة. شكرا لك حبيبي، الله يوفقك.